السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وصلتني هذه الرسالة المؤلمة، كنت قد نشرت أنا بوست قبل كم يوم: والله خاسر من كان بجانبه دار تحفيظ ولم يذهب إليه أو صديقه الحميم. ممكن أنه تدخلوا وتشوفوا هذا البوست أو هذا الصورة طبعا. فجاءتني هذه الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وشيخ دريد المحترم، قبل يومين قالت أرسلت هذا إلى شخص، يعني هم يعرفوا أنه مثلا يعني يكون مقرب لديها، فأخذت هذا من صفحتك وأرسلته إليه، وهو إنسان بريء وطيب جدا ويصلي لكنه من غير يعني قومية أو أنه ما يفهم العربي أو ما شابه ذلك. فقال: اشرح لي هذا البوست وفهم لي وترجم لي وترجمي له وترجمي لي. وفعلا ترجمت هذا البوست وبدأ، قال: سأبدأ رحلة مع القرآن بإذن الله عز وجل. وفعلا بدأ وقرر أن يختم القرآن في شهر، كان فرحان جدا وبدأ هذه البداية. والبارحة توفي رحمه الله رحمة واسعة، وإن شاء الله أن يكون هذا غفران له بإذن الله عز وجل للسيئات، وأن يكون بإذن الله حسن الخاتمة، تغيير أنه الإنسان وجهته وأنه يبدي صحح المسار ثم بعد ذلك يقبضه الله. سبحان الله، هذه رسالة ربانية إلي وإلكم، أحبكم في الله.